وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، صحيفة الغارديان البريطانية اعتبرت النسبة المتدنية في المشاركة بالانتخابات فشل مزدوج للأمريكيين والإيرانيين على حد سواء. كيف هو فشل لقوتي الاحتلال الرئيسيتين في العراق؟ نعم، شكرا لكم. حقيقة هذه النسبة المتدنية في النسبة الشعبية في المشاركة بالانتخابات هي الأضعف منذ عام 2003 وحتى اليوم، وبالتالي هذا يعني أننا أمام استنتاج شعبي عام بأن هذه العملية السياسية لم تؤدي المطلوب منها، على اعتبار أنها أخذت مرحلة كافية تقريبا 15 عاما، هي كافية في أكثر أنظمة من أجل اختبار هذه الأنظمة سواء كانت ناجحة أم فاشلة. وعليه أعتقد أن العراقيين قالوا الكلمة الفصل في هذا الأمر، وأكدوا أن هذه العملية السياسية لم تقدم لهم ما كانوا يأملون ويطمحون من تغيير نحو الأفضل، وعليه كان هذا العزوف عن المشاركة بشكل كبير، ربما تصل المشاركة في أفضل الأحوال إلى 25%. طيب يعني نعم تفضل. تعلق الأمر بأمريكا وإيران هذا أمر مؤكد جدا، لكن بالمقابل يفترض أن نؤكد أن إيران هي من الدول المستفيدة بشكل أكبر مما يحصل في العراق، على الرغم من المشاركة البسيطة الموجودة في الانتخابات، لأن غالبية الذين سيتصدرون المشهد الانتخابي بعد ظهور الانتخابات نتائج غالبية الكتل بالأمس واليوم، غالبية هؤلاء هم من المتآلفين أو المتعاطفين أو المتحالفين مع إيران، وبالتالي لا أرى أن إيران خسرت الشيء الكبير. إيران هي الرابح الأبرز، إيران هي المسيطر اليوم على المشهد السياسي العراقي بشكل أو بآخر، كما حصل بالأمس في لبنان. هنا السؤال دكتور جاسم، أنت أشرت إلى أن إيران هي المسيطر، لكن السؤال هو كيف نعقل أن إيران فشلت في هذه الانتخابات والمتنافسون جميعا من جميع الأحزاب الذين أخذوا المراتب الأولى في 10 محافظات إلى حد الآن هم الرجالات إيران في العراق؟ أنا لا أرى أن قول هذه الصحيفة هو دستور أو كلام لا يمكن أن يكون خطأ. هذا كلام يعني كلام صحفي غير دقيق، وبالتالي لا يمكن النظر على للأسماء الكبرى لمثل هذه الصحف على أنها هي الحكم. نحن أهل مكة ونحن أدرى بشعابها، وبالتالي لا يمكن لهذه الصحيفة أو تلك أن تكون هي الحكم على المشهد العراقي. نحن نتابع المشهد العراقي منذ سنوات ونعرف الصغيرة والكبيرة في غالبية المشهد العراقي، وعليه هذا الكلام غير دقيق. أرى أن إيران لم تخسر، إيران هي الرابح الأبرز في هذه ربما في مرحلة التغيير منذ عام 2003 وحتى اليوم. طيب كيف يعني تعتقدون أن ما قامت به الأحزاب قبيل الانتخابات وهي تحاول تسويق نفسها على أنها تيارات عابرة للطائفية وتيارات لا تريد هذا الأمر بعد الآن، ومن واقع نتائج الانتخابات يعني هل ترون أن الشعب العراقي صدق هذه الأحزاب أم أنها صدقت نفسها في ترويجها لنفسها؟ ربما هنالك بعض الأطراف المتنفذة في الدولة العراقية استطاعت أن تلعب اللعبة بأكثر من وجه، وهذا ما فعله بالتحديد حزب الدعوة الحاكم. حزب الدعوة قدم ائتلافين للانتخابات. الائتلاف الأول هو ائتلاف المالكي، ائتلاف دولة القانون، وهو ائتلاف معلوم النفس الطائفي والكلام والتهديد الطائفي الذي صدر من هذا الرجل في مراحل الحكم حتى بعد أن أصبح نائبا لرئيس الجمهورية. في ذات الوقت هنالك ائتلاف آخر من ذات الحزب، هو ائتلاف رئيس الحكومة حيدر العبادي. هذا الائتلاف يدعي رئيس الحكومة فيها أنه عابر
للطائفية، ولم يعني نلمس خطابا طائفيا من هذا الرجل، لكن في الحقيقة هما من ذات المدرسة، وبالتالي هنالك لعبة من هؤلاء الذين سيطروا على الحكم للظهور بمظهر غير الطائفي، لكن مع الأسف الواقع يؤكد أن غالبية هؤلاء سعوا بصورة طائفية في المشهد العراقي، ولعبوا في أكثر من ملف في الساحة العراقية بنفس طائفي، ونحن الذي يعنينا هي الأفعال وليست الأقوال، وبالتالي التصريحات لا يمكن أن تغير من حقيقة الواقع على أرض العراق، وعليه نحن بحاجة إلى أفعال تؤكد عدم طائفية هؤلاء، وما زلنا حتى اليوم لم نلمس الشيء الكبير الذي يؤكد هذه الحقيقة. طيب، إحدى الصحف الأمريكية أشارت إلى أن العراق سيتحول إلى ساحة للصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، كيف سينعكس هذا الصراع على المشهد السياسي الجديد في العراق بعد هذه الانتخابات، خصوصا إذا ما علمنا أن كل شركاء العملية السياسية قاطبة هم حلفاء إما لأمريكا أو لإيران أو لكلتيهما؟ هذا الكلام صحيح. إيران اليوم في إشكالية مع الولايات المتحدة، وعليه إيران لا تملك إلا أن تلعب مع الولايات المتحدة عبر الورقة العراقية، وهذا الأمر لا يكون إلا عبر حلفاء إيران المتواجدين في الساحة العراقية. ربما ستسعى أمريكا إيران لخلط الأوراق في مرحلة تشكيل حكومة المقبلة، وربما يعني يذهب العراق إلى ما حذر منه نائب رئيس الجمهورية نوري مالكي إلى حرب أهلية بعد إعلان النتائج. اليوم معلوم أن التحالف سائرون بزعامة السيد مقتدى الصدر تقدم في 16 محافظة من مجموع 18 محافظة. هذا التقدم، بالمقابل هنالك منافس قريب له وهو فتح التابع لهادي العامري، ومعلوم العداء الواضح بين العامري والصدر. هذا الأمر ربما من هذه النقطة يمكن أن تلعب إيران لعبة، يمكن أن تدخل العراق إلى مرحلة الفوضى أو مرحلة الحرب الأهلية التي ذكرها نوري المالكي، وعليه من هذا المنطلق ستربك اللعبة في العراق. ومعلوم أن الولايات المتحدة حريصة على أن تؤكد للعالم أن التجربة الديمقراطية التي بناتها في العراق هي تجربة ناجحة، وبالتالي هي حريصة على أن تنجح هذه التجربة ولا تدخل العراق في حرب أهلية أو غير ذلك. الكاتب والباحث السياسي، عذرا منك ليضيق الوقت الدكتور جاسم الشمري، شكرا جزيلا لك.